ليس في الحياة أعظم من أن نقف بين يدي الله في ذل وانكسار. إن الله يحب توبتنا، إن الله يحب رجوعنا إليه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. هنيئا والله، هنيئا والله للذين يبكون على ذنوبهم، للذين يبكون على أنفسهم، للذين علموا أن شمس الحياة ستغرب عما قريب، وأن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأن الحياة